وبدي بلش جيب اغراض لليله وما بدي اتاخر. انا بس بقول لك عليكم عين، بس صدقيني مش قادره تضحك علي. ولك يا اختي ما بنلحق نفرح لحتى تجري مصيبه ورانا. شو هيدا؟ باي. فاضية نحكي؟ أنا أصلاً كنت عم فكر تعرفن لوك، بس ما عرفت شو بدي أقول. سوريا، أنا لكن بدي أحط مسافة بيناتنا، بس كنت مخنوق لدرجة إنه ما كنت قادر أحكي. أنا تعبتك هالقد فارس؟ أنا اللي تعبت حالي، ما عم تعبك معي. بس حبي إلك ما تغير. بعد خنقة البار كان المفروض إني ظبط الأمور، بس أنا بالعكس زعلتك. أنا كمان ضغطت عليك كتير. سوري. سوري، أنا لو شفت حدا عم يجرب يقرب منك كنت قتلته. ما كنت تحملت. لما رحت عبو خرجت وجربت تبعدي عن الكل، أنا بوقتها جربت حط حالي بمطرحك، جربت افهمك. بليز سوريا، فيكي تجربي تفهميني؟ فيكي تجربي تحطي حالك مطرحي؟ انا هلا كل المشاكل عم تصير بذات الوقت، شغل خليل، مرض الماما، حاسس حالي ماني قادر سيطر على حياتي. الشيء الوحيد الثابت بحياتي هو حبي لك. هيدا الشيء اللي عم بيعطيني أمل. فيكي تعطيني شوية وقت؟